ومن هو من أرجو نائبك من جهة المركز التي يتوفر على وثائق التعمير الضرورية. أما بالنسبة للدواوير فإنها لا تعرف أي عمل أو مشروع عمراني من قبل جزيرة سكنية أو دور اقتصادي. أما بالنسبة للخواص فإن الملفات طلب بناء تعرف جميلا من العراقيل منها على توفير أصحابي على الشهادة الملكية اعتبار طبيعية للأرض التي هي في مجال الأراضي السلالية، وهذا يستحق الوقوف عنده وإيجاد حلول ناجعة على خلال تبسيط المساطر القانونية العوامل بها في هذا البلد. وحتى لا أطيل عليكم أجد شكري.